الله أعلم. نايف عبد الرئيس يقول إمام مسجد لم يسجد تلاوة في آية سورة صاد، هل فعله صحيح؟ هذا بعدم السجود في قول الله جل وعلا في آية صاد وخر راكعا فأناب، ومذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أن هذه سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، وهذا أحد الأقوال المشهورة، والصحيح أنه يسجد فيها، وترك السجود سجود التلاوة حتى في مواضع السجود المحققة ليس يترتب عليه إثم، وإنما ترك الأفضل والأكمل، والله